الله يحبك من ما تحبني، تحبوني صدق ولا تحبوني نفاق، نفاق اجتماعي. أبا والله قلبك، أبا والله قلبك يا مطيري. حياكم الله مشاهدينا من جديد، عدنا لكم والعود وأحمد. تحية لجمهورنا يا شباب اللي شاهدنا الآن خلف الشاشة، اللي تأخرنا عليهم 3 دقائق 5 دقائق بسبب خلل فني بسيط، والسبب محمد أباضة. الله يسامح محمد أباضة على الخلل في الكنترول، حطيتها في أباضة عشان نطلع منها احنا. طيب ناصر، ابو عبد الله انا بدخل بس دخله كذا. عندك دخله خاصه؟ يعني اعطونا على مقال استراحه بسيطه. استراحه محارب. استراحه محارب. يلا. وش ده؟ انا اول شيء يعني ترى يعني الشيخ علي ما رحبنا. ايه، ترحيب خاص بالشيخ علي وسعدنا والله. تحطون على الكاميرات يعني دكتور يجلس كل موضوع خاص. خلنا بعدين يا شباب. يا سلام، ما شاء الله، الله يسلمك. لا بيض الله وجهكم، الله يعزكم. سلمت. نرحب بالشيخ علي ترحيب خاص يعني. أنا من عندي يعني ترحيب خاص جدا حقيقة، لأن إذا شفته تذكر كأس آسيا. الله. عاد هلالي أنت و. الشيخ علي. اشتهر من ال. هو اللي قرأ ما شاء الله في الملعب، إيه في الملعب قرأ قراءة جميلة جدا جدا حقيقة. والقراءة هذه أنا أقول إن شاء الله بركة القراءة أثرت على نسمعها وإن شاء الله النادي. إيه، فوصلت تقريبا كم المشاهدة علي؟ الله ينفع بها. ها؟ ما أعرف، لكن إن شاء الله أن ينفع بها. لا يعني أظن يعني مليونية، يعني مشاهدة مليونية وبها اشتهر. ودنا يعني نسمع التلاوة، هي محاكاة لتلاوة القارئ خالد الزليل، نمسي عليه بالخير. وكاس آسيا والعالم هذا دكتور متابع نادي الهلال فقط شكله. لا لا لا، عشان كذا انا ولا تابع كل خير، تابع بس قراءتك هناك بس بالمباراة ما تابعها. لا لا بالعكس والله، لا قراءته تعجبني الحقيقة جميلة. اي نعم، خاصة هو اختار ما شاء الله يعني قراءة معينة. ايه، ومع الشيخ خالد الجليل ونعم فيه، وكانت حقيقة يعني فعلا مناسبة له وصوته وطبقات صوته. يا سلام، وابدع فيها. يلا سمعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله بارك الله فيك ونفع الله بك وجزاك الله خير على هالتلاوة. وإحنا لازلنا مكملين مع تبرعاتكم ومشاركاتكم لهالوقف، وقف اليتيم. والرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فبادروا الآن، رقم الحساب أسفل الشاشة، المتجر أسفل الشاشة، الباركود أسفل الشاشة، صوروه وادخلوا المتجر وتبرعوا. السهم الشامل 300 ريال، السهم الفرد 100 ريال، عن والديك ب200 ريال، سهم البركة اللي هو كأنك شاري متر مربع في الوقف اللي الآن إن شاء الله نسمع خير. وصلنا نسبة 83%، باقي تقريبا 8001 منكم 300 ريال يكتمل هالمشروع في اليوم. خلونا مع الله سبحانه وتعالى بالإنفاق والصدقة لهذا الوقف اللي يدوم لك في حياتك وبعد مماتك. أنا مضطر أني أقرأ لأن الجمعية معي هنا، يقولون أقرأ تبرعات الناس حتى ينالون الدعاء من مشايخنا وضيوفنا ومن المشاهدين والمشاهدات. مرزوق الصبحي يتبرع 300 ريال، هيلة 150، موضي العتيبي 100 ريال، طلال السبيعي 300 ريال. وعن يقولون تبرع من موضي العتيبي أعتقد، أو تبرع عن شخص آخر، عن المتسابق عبدالله العتيبي وفيصل بن علمان وعبدالله الحربي، ويستاهلون تحية زملائكم.
اللي تبرع لهم الجمهور بنيتهم. عبد الله الحربي وعبد الله العتيبي، تعليق سريع على من تبرع بنيتكم ونية زميلكم، وش تقول وانت مكانك؟ الله يجزاه خير ويطول عمره ان شاء الله ويجعلها في موزين حسناتها، وهذه تبي الجنه مثل ما قال الرسول، انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. نعم، بيض الله وجه عبد العتيبي. اقول الله يجزاه ويضيق وجهها ويجمعنا إن شاء الله في جنات النعيم بإذن الله. يعطيك العافية. وهنا تبرع من أم خالد العجمي، تبرع بمبلغ ما شاء الله سهم البركة اللي هو كم يا شباب؟ 2000 ريال. يعطيه العافية، بيض الله وجهه، وتحية لها، تحية على مبادرتها ومشاركتها في هالوقف. يا جمهور ترى في 10 ثواني تكون مع الجماعة المحلقين والمتصدقين والمنفقين اللي إن شاء الله يكونوا عند رب العالمين في فردوس العالم الجنة. دكتور خالد، أبغى دعاء من القلب، شيء ودي خاطرك ودك تقوله اللي يتبرعون الان يتابعونا، الام ولا الاب جالسين مع عيالهم، ان كان يعرفون الجوال والتطبيق يدخلون، ولا يقول مدعي عيالهم الان تبرعوا في لليتيم حتى يرحمنا الله، وش بتقول؟ والله يا اخي لا نملك والله الا الدعاء لهم، بان الله يوفقهم ويخلف عليهم في اموالهم واهليهم واولادهم واوقاتهم، وان الله سبحانه وتعالى يعطيهم ولا يحرمهم حتى يرضيهم، ويزيدهم ولا ينقصهم، ويكرمهم ولا يهينهم، ويعطيهم حتى يرضيهم. يا سلام يا سلام، الله يجزاك خير. مها تبرع 200 ريال، لما القحطاني 350، نوف تتبرع ب 300 ريال، علي المطيري 100 ريال، ميمون الشهراني 300 ريال. شيخنا ابو معاذ، وش تقول يا مثل هؤلاء اللي قرأت اسماءهم، وفي اشخاص لم تقرأ اسماءهم ولم يرسلوا اسماءهم الان تبرعوا؟ نحن لا نعلمهم ولكن الله يعلمهم، ونبي نرفع نسبة الوقف. وصلنا 83%، كم باقي على إكمال الوقف؟ كم في المئة يا دكتور؟ 17% صح؟ 17% تقريبا، ترى ممكن 8,000 واحد وحوله حواليها منكم من 300 ريال، واللي بيتبرع بأقل أو أكثر، واللي بينشر كذلك ينشر. أبو معاذ. إي نعم، أقول الله يجزاهم خير ويكتب أجره، ما أسأل الله جل وعلا أن يخلف عليهم خير، كل من أنفق وكل من أوقف أسأل الله جل وعلا أن يصب عليه الخير صبا، واللي عنده مريض وأسأل الله أن يشفي مريضهم، أسأل الله عز وجل كل من أنفق وأوقف في هذا الوقف بنية شفاء مريضه، أسأل الله جل وعلا أن يلبسه لباس صحة والعافية، آمين، وأن يجعله كأنما نشط من عقال، فهو يعامل الكبير المتعال جل وعلا الشافي، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فأسأل الله أن يريهم أثر هذه الصدقة في الدنيا وفي الآخرة أعظم وأكثر، وأن يحفظهم وأهليهم وأزواجهم ووالديهم وذريهم، وأن لا يريهم مكروه لا في الدنيا وفي الآخرة. آمين. وقبل قليل أعجبني كلام عبد الله العتيبي، جميل، نسولف في الفاصل الجميل، قال نحن الآن في مشروع تجاري، يقوله صحيح تجاري، وأنا استغربت، قال نعم تجاري، تجارة مع الله عز وجل. الله، أول مرة يقول كلمة حلوة. والله كلمة جميلة صراحة. لا ما شاء الله على لا بقول كلمات حلوة. نعم، التجارة مع الله مثل ما ذكر الشيخ خالد قبل قليل رابحة بكل حال يا أخوان، 100%. يا سلام. معاملة الدنيا بل الدنيا ربما لمصلحة ربما لشيء، الله غني عنا، ولكن تجارة مع الله، مع الله رابحة 100%، بس أهم شيء بالإخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأبشروا بالخير. طيب، دلال حمد اليامي تبرع 300 ريال، ويوصلك هالدرع إن شاء الله يا دلال. تواصلي مع رقم الجمعية اللي أسفل الشاشة وارسلي الإيصال، يوصل لك هالدرع إلى مكانك ومحلك بإذن الله. أم يارا كذلك تبرعت ب 300 ريال، تقول بنيتي ونية عيالي وأبي الله يرحمه، ودعواتكم له بالرحمة ودعواتكم لنا بالتوفيق. وهنا أم محمد المري تبرع بنية على نية والديها وشفاء زوجها، ونية المتسابق عبد الله المري تكفون، تقول تكفون ادعوا لزوجها بالشفاء، وتبرع بالسهم 300 ريال. وبسويلمة تتبرع مرة أخرى، تبرع الله يجزاه خير الجهني 300 ريال أخرى، احصلي على هالدرع سويلمة من الجمعية، ارسلي الإيصال لهم في الواتساب، يوصلك إلى باب بيتك بإذن الله تفتخرين به. هنا رهف سلطان تتبرع ب 300 ريال والسهم الشامل، وهنا عبد الله المطيري يتبرع كذلك 300 ريال. علي اليوسف الإنفاق والصدقة، وأنت ما شاء الله حافظ لكتاب الله وصوتك جميل في كتاب الله وتلاوته، وليس منا من لم يتغنى بكلام الله، هذا حديث محمد صلى الله عليه وسلم. الآن أبغاك تقول كلمة في خاطرك على الإنفاق والصدقة، وأنت ابن العمل الخيري، ثم تتلو علينا آيات يعني ربما انغفلنا ذكرنا بما قالها الله سبحانه وتعالى. أولاً الحقيقة يعني كما ذكر المشايخ، يعني طبعاً الصدقة لها أثر عظيم،
فما أجمل أن الشخص يزرع في دنياه ويحصد في آخرته. يا سلام. فالصدقة هي حسنات جارية، فينتفع بها الإنسان في حياته وبعد مماته، ولها أثر عظيم. ويقول أسعد بن خديج أن الصدقة تسد 70 باب من أبواب السوء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر كل من تبرع وكل من ساهم، وأن يجزاكم كل خير على جهودكم المبذولة ومثل هذه المبادرات الطيبة الحقيقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وأن يجزى خير كل من ساهم أو نشر أو تبرع، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. طيب الروايات عن إنفاق الصدقة، يعني حتى لأن الصدقة برهان ذات إيماننا مع الله سبحانه وتعالى، إن كان إيماننا قوي تصدقنا وما خفنا، وإن كان إيماننا ضعيف حنا طعنا الشيطان اللي يعدنا الفقر. أبغاك تطلع لنا آيات، وإن كان بصوتك الجميل تدعو للناس دعاء عام نجاة من النار إلى آخره، ثم تدعو لمن أنفق وتصدق اليوم. الله سبحانه وتعالى من آبائنا وأمهاتنا يرفعون كف الضراعة، فيقولون آمين فيستجيب الله، فيتبدل حال الناس من حال سيء إلى حال أحسن إن شاء الله، ومن سخط إن كان هناك سخط إلى رضا من رب العالمين، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب. تفضل يا علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بارك الله فيك. طيب فيه دعاء، حضر شيء دعاء، يعني تدعو للناس بالعموم كأنك صلاة تراويح في رمضان، سهلت عليك، هي أبسط من كذا؟ سيف الجنيبي جهز مشاركتك بنجيك. بالعموم ادعو للناس بكل شيء. دعاء عام يعني. دعاء، نعم بصوتك. نعم. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إنا نسألك فعل الطاعات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عجل بشفائهم، اللهم عجل بشفائهم وخفف آلامهم، وألبسهم ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين،
الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم أمنا يوم البعث، اللهم أمنا يوم البعث، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا إليك ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستودعك بلاد الحرمين، نستودعك سماءها وأرضها وبحرها وجوها وولاة أمرها وعلماءها ومواطنيها والمقيمين على أرضها، ونستودعك بلاد المسلمين أجمعين. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين، اللهم احفظه وولي عهده، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، ووفقهم لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك، بارك الله فيك، ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزاك خير الجزاء على التلاوة ثم الدعاء. يعني أثرت فينا كثير يا علي بالدعاء وعيشتنا أجواء إيمانية جميلة. نسأل الله أن يكتب أجرك وجعلنا قدمت ميزان حسناتك، وهنيئا لك محبة الجمهور كذلك. اقرأ يرسلون الإخوة والأخوات علي بعض الرسائل من الجمهور يدعون لك، فهنيئا لك. دكتور خالد صاحب القرآن محبوب عند الناس، ما في شك. أهل القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأهل القرآن لهم سبحان الله هيبة، لهم نعم مكان خاص ولهم هيبة. هم يعني حياتهم وقتهم مع كلام الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أمر هم يترون هذا الأمر، إذا نهى هم يترون هذا النهي، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى موقفا أو قصة أو يعني حدثا هم يذكرون بهذا الكلام العظيم. جميل، جزاك الله خير. جزاهم الله خير يعني. والشيخ علي جزاه الله خير، الله يبارك فيه ويجعله مباركا أينما كان. آمين يا رب. طيب
هنا تبرعات في وقف اليتيم اللي الآن المخرج يقول عينك على الشاشة وبصوا على الشاشة وشوفوها وشوفوا النسبة 83%. هل زادت ولا ما زادت يا شباب؟ زادت ولا ما زادت؟ زادت ولا 84%؟ اللهم لك الحمد والشكر. طامعين خير من أهل الخير يا أبو معاذ. هنا التبرعات لازالت كثيرة من إخواننا وأخواتنا الله يكتب أجرهم، وكذلك الاتصالات يقولون في اتصالات. خلنا نقرأ من عبد الرحمن صالح 300 ريال، مشاعل إبراهيم 50 ريال، هدى الشهراني 300 ريال، محمد عبد الله 600 ريال، علي العامري 600 ريال، وكذلك لما الشهري 350، ونواف المطيري 300، وعليا الأسمري 300، ومها ب 200 ريال. أبو معاذ نختم بكلمة لكل من أنفق، لكل من شارك، لكل من تصدق، لكل من يريد القرب والمرافقة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لمن يريد حفظ بيته من الحرائق والكوارث، يا صانع المعروف تقي من صارع السوء. إيه نعم، أقول الله يجزاكم خير يكتب أجركم، وما أجملها من أخبار سارة. ونحن على ما قالوا يعني 8000 شيخ ناصر ولا هنا مشايخ والمشاهدين، والله حقت مكشات بعضهم يكشف 8000، يسافر ب8000 أو 20000، فهذه بسيطة إن شاء الله ويسيرة على من يسره الله عليه. وأعجبني الإخوة لما يهدون إخوانهم ويتصدقون عليهم، وأنا حضر في بالي موقف طريف لأحد الإخوة وزميل لنا، يعني أهدى مرة واحد هدية سلمت، يعني موقف طريف صراحة وجميل الهدايا هذه، اللي هو بندر غازي الشيباني أبو خالد، ونعم. زميل لا يستاهل، ونعم. وصديقه يا أخواني الكرام دخل مستشفى طلع من مستشفى وكذا، يقول راح حلويات، واحدة من الحلويات، حلويات قال أعطوني كيكة تورتة، ايه؟ وهو يخبرني وصادق الرجل والله يا أخوان ما كان يدري، يقول فأخذت تورتة وعطيت الرجال، قلت هذه هدية لك وما أدري إيش معها، ايه؟ لأن الرجال سلم. يقول طلعت من عندهم للتليفون يوم دق علي، ايوه، له صاحبه وش العلم؟ قال يا أبو فلان، قال أنت هذا مزح أبو فلان، قال وش العلم؟ قال أن جايب من الله يهديك التورته مكتوب عليها مبروك الزواج. اي والله فربطه مع المدام، هذا مزح ابو فلان، يقول تمزع خربت البيت، قال والله ما دريت عنها. أيوة. انا بكتب الحمد لله على السلامه لو مكتوب الحمد لله على الزواج. ايه. اول مبروك وهقه. فهي هديه جميله، وهذا موقف طريف طرى علي، فالشاهد ان ما اجمل الهدايا بعد قليل ترسل لصاحبك هديه وتقول يا فلان أوقفت، أو مثل ما ذكر الشيخ واحد اغتبته أو لكزته أو ظلمته أو كذا تهديها، بس قل له على ما قال هذه هدية مني، لو علمت يمكن بيزعل. 100 ريال، 200، 300، 1000، 2000، كلما أكثرت فما عند الله أكثر وخير وأبقى. أسأل الله جل وعلا أن يخلف على كل من أنفق، وأن يجزاكم خير الجزاء، وأن يسمعنا الليلة خبر إن شاء الله بإذن الله. ما بقي إلا القليل إن شاء الله، يعني الأيام راحت 25 يوم، وصلنا إلى 83%، 84% الآن وصلنا، ما بقي إلا 16% بس، وخلاص الخير الأصيل ما تسبق إلا تالي، وكلكم أهل أصل وفصل، وكلكم قريبين من الله، وكلكم تبون الخير، كلكم تبون الرحمة. يعني ما وجدنا في هذه الأرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبادة الله سبحانه وتعالى بالقرب له بالإنفاق والصدقة والصلاة وإلى آخره. في اليوم منافذ الرحمة بين يدينا، أن تخلينا عنها في الراجع نفسنا، لكن دام الله وفقنا وعندنا دراهمات نعطي اللي الله يسهل، فالقليل عند الله كثير. أهم شيء إن ما نتأخر، يعني حط 100، 200، السهم الشامل إن كان بتفرحنا وتخلي يعني قوم التعاون وما دل ولا لا. نعم. يعني لو اجتمعنا 7000 واحد كلنا الآن نقزل على الجوالات وأخذناه وحولنا بشكل سريع، أسعدت الأيتام هناك في جمعية البر الخيرية بالجديدة، وفرحتوهم وفرحتوا أنفسكم بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة. وعندنا ذنوب، صدقة السر تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أبو عبد الله يوم من الأيام في لقاء من اللقاءات جاب جمر وخذ موية فصب الماء على الجمر، زين، فانطفأت، فمثل بوسيلة تعليمية جميلة أنه الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فما أجمل اليوم، حنا خطايانا كثيرة وذنوبنا كثيرة، وكم واحد نهشناها بغيبة ولا مجالسنا فاكهة المجالس يسمونها هي ما فاكهة إلا دمار، اليوم هي من الكبائر ولا لا يا مشايخ؟ نعم. إيه، فاليوم كفروا عن ذنوبكم وسيئاتكم وفرحوا أنفسكم بمغفرة ذنوبكم وأمواتكم. شيخ مسكت منه كلمة زينة، يقول بأن الأموات إذا هديتوهم مثلها الصدقة والإنفاق
الحسنات يذهبن السيئات فتمحى سيئاتهم، وإن شاء الله يرتفع درجاتهم فيكونون بإذن الله تحت رحمة أرحم الراحمين. والدكتور عايض القرني الله يمسيه بالخير قال لنا في جلسة ولقاء من اللقاءات بأن الإنفاق والصدقة يأتي على طبق من نور ويقدم للميت في قبره، ويعرف بأن فلان هو اللي أهداه. فأكرموا أمواتكم وأكرموا أحياءكم، بالأحياء أهدوهم بطاقة إهداء أو بصك كفالة يتيم يصلك إلى مكانك ومحل بيتك. طبعاً أنا قلت 300 ريال الجمعية تواصل معي الآن، قال لي تبرع بالسهم 2000 ريال سهم البركة يأخذ الدرع هذا يصله إلى باب بيته، لم فيها شركة توصيل، وإذا كثر العدد تورط الجمعية عشان ما يكذبون عليكم. طيب يا سيف الجنيبي من سلطنة عمان، احنا متشرفين منك كمتسابق، فخورين بك ومتنومسين بوجودك، ونبي الآن مشاركة منك. شفت لك ورقة صغيرة كأنها برشام بتغش في اختبار. نقول الله يشرف مقدالكم ومسي عليكم بالخير جميعا، وجزاهم الله خير الشيوخ اليوم شرفونا ونورونا، وهذه ساعة مبروكة، وجزاهم الله خير ما خلوا شيء ما قالوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما بين مسلمين وأطعمه من طعامه وأشربه من شرابه حتى يستغني وجبت له الجنة. الله أكبر الله أكبر. وعسى إن شاء الله أن يكتمل هذا الوقف بإذن الله، وني يقول حنا لها في كل موقف لياجات. سلام. حاصل ما كنت بيوم تحصيل حاصل، ودارا ولدها يعشق المجد بالذات، واللي يمثل دولة العز واصل. الليل وشه الليل وانتو المنارات، والبعد وشه البعد وانتو التواصل. شاعر وشعري من عزوم ومسرات، من جيل معين مجلة تواصل. وما طاع عزمي لو تطيح المنيفات، أشلها بالكف ليمن وتاصل. كفو 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 كفو، يعطيك العافية، صح لسانك، بيض الله وجهك يا ممثل سلطنة عمان، معنا هنا في برنامج كاريزما على الكلمات والشعرية وعلى الكلمات الجميلة ذكرها عن محمد صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما وجبت له الجنة حتى يستعفف. ترى الأيتام فقدوا أباهم تحت سن 15 سنة، أمهاتهم يحرجون كل يوم يطلبون الناس. الجمعية الله يعزهم ويوفقهم، والدولة الله يعزها وضعت لنا الجمعيات حتى الجمعيات يكون في السر والسرية بينهم وبين الأيتام وأهلهم. فأكرموا أنفسكم قبل تكرمونهم، لأنكم تكرمون أنفسكم برحمة الله، لأن الله يعني بيرحمك. حتى في كتابه يقول: فأما اليتيمة فلا تقهر. فأوصى باليتيم محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يحب الأيتام، قالنا: وكاف اليتيم كهاتين في الجنة، فكل شعرة من اليتيم حسنة. شفتوا فضل الله كبير والخير لنا، بس بمجرد ان حنا ندخل الآن تطبيق الراجحي ونروح لجمعية البر الخيرية الجديدة وأيقونة وقف اليتيم، ونتبرع بالسهم الشامل 300 ريال أو 200 ريال أو 50 ريال أو 1000 ريال، سهم البركة ب 2000 ريال. والتجار رجال أعمال، همتكم عطائكم، ترى ما بقى إلا كم مليونين، ثلاثة مليون، أربعة مليون، ما هي بصعبة. ممكن واحد باتصال على رقم الجمعية يقول اكملت، زي ما كملها واحد من التجار الله يجزاه خير في لقاء من اللقاءات، اتصل وقال اكملت، كان باقي 1,800,000 ريال وكملها في دقيقتين. ما في شيء صعب على الله ولا صعب على أهل الخير. متفائلين فيكم خير يا أهل الخير، وإن شاء الله أن اليوم هذا قبل بكرة نكمل اللي باقي. 84% وصلناها، باقي 6,000 واحد، 8,000 أو 7,000 واحد منكم من 300 ريال يكتمل هالمشروع وهالمبنى اللي داخل حدود الحرم. شكرا للدكتور خالد داير، شكرا زميلنا وحب شيخنا محسن الجويعد، شكرا علي اليوسف على حضوركم، بيض الله وجيكم، شكرا شباب يعطيكم العافية. تحية للجمهور، تحية للأيتام بجمعية البر الخيرية الجديدة اللي راح نفرحهم إن شاء الله قريبا بإذن الله. جمهورنا نلتقيكم على خير وفي أمان الله. أهل الخير منا وفينا، فينا الخير فينا الخير. ازرع البسمة ترى خيرها يغدق عليك، كل فعل تبذله دايما يرجع لك. اغتنم معنى الحياة دايما املاها بخير، اغتنم معنى الحياة دايما املاها بخير. على الخير
وابشر بسعدك فما مثل درب الخير خير الخير فينا الخير.